نصف نهار وتسعة دقائق على السلية ومفهم. تحية طيبة لمتابعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أمور تهمنا اللي جيكم ثالث كل أحد من كل شهر. أمور تهمنا كالعادة معايا حفاوت خلالي، أشرف الغضبان وخالد زريبة. صباح النور شباب. صباح الخير. تحياتنا للناس اللي تابعوا فينا في المباشر على الصفحة الرسمية للإذاعة وعلى صفحة مبادرة مناظرة. برنامج أمور تهمنا موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع خمس إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي. إذاعة سليوم اف ام هي واحدة من خمسة إذاعات اللي نلقاو فيها برنامج أمور تهمنا، واللي هما ليسا اف ام، مندرة اف ام، دريم اف ام، ونبزاوة اف ام. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نص نهار الماضي ساعة، ولكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. من بين الأمور اللي تهمنا واللي تمس جهات قفصة والقصرين وسليانة وكل الجهات في البلاد التونسية هي موضوع الاستثمار. مسألة الاستثمار لدى الشباب وما أدراك، بعد غلق باب الانتداب لسنوات سمعنا على تشجيعات الحقيقة للاستثمار وتشجيعات للأقبال على الاستثمار بالنسبة للشباب. كيفاش كانت التشجيعات هذه؟ فما استثمار اليوم على أرض الواقع خاصة في مختلف الولايات هذه وإلا لا؟ هذه موضوع اليوم للمتابعة مع مختلف الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا. وكما تعرفوا يظهر لي شباب من بين أكبر الإشكاليات اليوم اللي تعترض المستثمر الشاب فاش تتمثل أساسا؟ التمويل. التمويل يرحم والديك يا خال. التمويل في كل الولايات أصبح هو الإشكال الكبير الحقيقة أمام الشباب، لأنه فما شروط ومعايير تعتمد لتمويل المشاريع، وفما بعض التعطيلات اللي اليوم يتشكى منها الشباب. احنا هذه مسألة باش نتحدث فيها مع رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقاصرين سي إبراهيم الخضراوي، اللي مدنا بأكثر تفاصيل حول المعايير هذه اللي تعتمد، وإذا فما تعطيل الوش يرجع بالضبط التعطيل هذا، علما وأنه ما نجمش نتجاوز النقطة هذه. كان باش يكون حاضر معنا رئيس فرع BTS قفص اللي اعتذر، نجم نقوله اعتذر خالد، انسحب. اي احسن شفت محلاها، انسحب في اخر لحظه. اكزاكتومون. سي ابراهيم الخضراوي صباح النور ومرحبا بك. اهلا صباح النور، مرحبا بك حفاوه، ومرحبا بالخيان بحذاك ومستمعي ذات اليوم الثاني. شكرا لك سي ابراهيم. كما قلنا موضوعنا اليوم الاستثمار والشباب، اي تعطيلات اليوم تواجه الشباب المقبل على الاستثمار او الشباب المستثمر في بدايات خطوات المشروع نتاعو. احنا نستدعاك انه تسمع معنا عينه او شهادات لبعض الشباب اللي وجد اشكاليات على مستوى التمويل، ومواصلين الحوار معك. باهي مسي. البي تي اس ولا مع يعني البنوك في انه ما يؤمنوش بالمشروع. دونك كي انت تطلب مونطون معين وانت عامل لي تود بروجي نتاعك وعارف انه البروجي يلزمه باش ينجح تكون فيه يعني المقاومات الكل، وعلى اساس هكاك تحدد المونطون نتاع القرض، البنك يقولك لا، يقولك انا نخاف من الريسك نتاع انه تفشل، دونك انا ما نعطيكش المونطون حق. معناها تحزن انه يقول لك اسمعني طالب 20 هيك هات خذ 5 ملايين بركه، وباش حتى كان خسرت ولا كان حتى فشل، شوفك التشجيع، باش حتى كان فشل المشروع هانك ما خسرتش برشا فلوس. ريت المشكله وين؟ انه ما نشجعوش وما نحطوش ثقه في لي جون، مشكلتنا انه نخافوا على الفلوس اكثر من كل شيء. وهكا باهي مشكلة الشباب معنا في تمويل المشاريع الموجودة معناها اللي هي موفرتهم الدولة كديزونتيتي معناها موجودين عنا اللي هم البي تي اس ولا لابيا. برشا معناها الشباب لقي برشا مشاكل اللي هي في تمويل المشاريع متاع اللي مثلا البي تي اس معناها كيك سوا بي تي اس كيك سوا لابيا، معناها ديما يعطوك ليميت متاع فلوس، وفي الاخ معناها ديما يلقوا مشكل اللي هي يجيبلك يخلوه معناها الجون يمشي يلوج واحدة على لي دوفي، وماك لي دوفي هذاكم بي تي اس تبدأ تنقش معاه في الاسلام وكل شيء، طيح له معناها الفلوس متاع الفلوس اللي طالبها هو على الاخر. تلفاسون معناها يلقى روحه معناها مخسور وما ينجمش يكمل المشروع. معناها وعندي معناها اكزامبل نتاع صديقتي اللي هي في الاخ معناها وصلوا معاها باش يمولوا لها المشروع، في الاخ ما وفقولهاش. ما فهمتش معناها علاش معناها بي تي اس معناها تعطل في المشاريع اكثر من هي تعاون. سي ابراهيم الخضراوي، احنا كنا نسمعوا في شهادات لشباب من القصرين، نطلبوا منك انك تعطينا تعليقك على الشهادات هذه. والله شباب القصرين من حقه، بما اننا ولد القصرين، اي شاب في القصرين بطبيعه من حقه يتشكى من الكلكسوا من الاداره من البي تي اس، لانه اي شاب هما ماذا بهم يخدموا وراهم وماذا بهم ينجحوا، فهمني. بالنسبه للتعليق اللي سمعتها الحق، انا وشوف بالنسبه باش نعطيك فكره على البي تي اس،
بتياس البتياس ككل وبتياس القصرين بعد. بتياس ككل نحن في البنكتوت التضامن نمولوا المشاريع الصغرى. فهمني اللي نقول عليها التيبيو فهمني. نعم. كما النجار الحرفيين كما النجار كما واحد باش يعمل رخام باش يعمل حجام الحجام الخياط باش يعمل واحد كابيني نتاع طبيب المهندسين هذوما اللي كادر سوبيريور الاسطول نتاع الواحد اللي تاكسي ناكد لك فوق من 70% من التاكسيات في القصرين هي بي تي اس النقل الريفي اذا ما قلتش 100% راه ثم 99% من اسطول النقل الريفي هذايا واللي فك العزل نتاع المناطق الريفيه هذه وكل تمويل بي تي اس بالنسبه القرض الشمام تاع القرض بي تي اس بي تي اس وقت اللي تعمل الشمام تاعها وتطلب التمويل الذاتي ثم آلية تدخل معها الدولة في التمويل الذاتي لأنه البروموتير قبل كانت الإشكالية متاعه قبل كانت المشكلة وين كانت المشكلة هو ما عنديش تمويل ذاتي الدولة من 2012 انت هات فكرة باهية رنطابل وتنجم تنجح الدولة تدخل تتخلص ليك هاك التمويل الذاتي هذاك قبل كانوا يتشكوا من الضامن يطلبوا الضامن البنك ما عادش تطلب الضامن دونك هنا انت كبنك تحب مشروعك ينجح دونك لا طالب تمويل ذاتي من عندك لما دولة تدخل لا طالب ضامن كوسيون سوليدير انت للضمان هي الفكرة دونك ايش بقى اخوي انك انت تكون انسان جدي ويكون المشروع ما كفيش انك تكون جدي يكون المشروع انك المشروع باش ينجح سي إبراهيم تحدثت ربما على الأنواع المشاريع اليوم اللي تمولها البي تي اس وانت سبقت بينا شوية لأهم التسهيلات اليوم لتمويل المشاريع باركونت رحنا في الجهة الأخرى نلقوا بعض الشباب يتشكى من أنه المشروع متاعه ترفض لدى البي تي اس المعايير اليوم اللي تعتمدوها أنتم لقبول مشروع دون آخر سهل بارشة تو سمحني حفاوة وقت الجي توسيحنا مثلا نحن بلاد متاع الخيم يعني مش ما معناها بلاد متاع الخام نجي نال قصرين فيها 200 مشروع متاع الخام نزيد عليه 100 مشروع اخر متاع الخام دونك انا مهمتي انا اني باش ننجح هذوك ولا نزيد عليهم باش لا الجدد ينجحوا لا القدوم ينجحوا هما ديجا وصلت مره في جلسه في الولايه ثم برشا شباب فهمتني ومعروفين وكان يسمعوا فيها معروفين تشكوا غادي من البي تي اس لانها قاعده تمول في مشاريع انهم هما كثر المشاريع هذيك اذا المشروع لو يتعاود اكثر من مره ولا في في في, في اكثر من بقعه راه ماشي ينجح نحن راه المهم ايش نحبوا نحن نحبوا انه ديما يكون مشروع ماذا بينا فكره جديده وحتى كان فكره قديمه كي تكون في بقعه على الاقل تكون الدراسه به تكون في بقعه انت باش تحل نجار راه ما تجيش في حومه فيها زوز ولا ثلاثه نجار اخرين على الاقل تجي في بقعه اللي هي ما فيهاش نجار باش انت تنجح وتعمل كليوناتك وسمحني بالله باش نرجع للكلام اللي سمعته قبيله راهو تو مش نعطيك مثال بسيط على يقول لك لي مونطون يا اخي تو ما نصورش ثم زوز يختلفوا في انه من القطاع النسيج فيه مشكله في 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 كامل تونس اذا ما كانش في العالم اصل قطاع النسيج يعاني من اشكاليه كبيره معامل كبار بالمليارات وسكرت لانه يعاني من مشاكل هيكليه بالاصل فهمتني نحن في البي تي اس رانا ما نمولوش معامل كبار رانا ماناش بنك تمول بالمليارات نحن رانا نمولوا في حرفيات فينا حرفيه على اساس باش تعمل خمسه ماكينات ولا سته ماكينات فهمتني نعم مش باش تجي تعمل 50 ولا 60 ماكينه هذاك راه ما عمل تمشي لك بنوك الاخرى نحن نجول حرفيه باش تبدا خاطر تخدم ماهيش تخدم مع البرة مثلا باش تصدر عندها كونترا مع شركه البرة باش تصدر المنتوج نتاع الكل فهمتني نعم سي ابراهيم تسمع في باي باش ندخلوا في التمويل باش ندخلوا في اكثر تفاصيل لكن هنا حبيت نسالك اهم التشجيعات اللي تقوم بهم ولا قامت بهم البي تي اس القصرين باش تشجع الشباب على الاستثمار معناتها شنو هما التشجيعات اللي تعملوه باهي بالنسبه للساعه ثم زوج حاجات قلتهم اللي هي البي تي اس ما تطلبش حتى كوسيون عكس البنوك الاخرى اللي اهم حاجه تطلب الجارانتي البي تي اس ما تطلبش جارانتي تطلب الجارانتي الوحيد هو الفكره نتاع المشروع لازم تكون مشروع الفكره نتاع المشروع تكون رنتابل ثاني حاجه البي تي اس ما تطلبش عليك تمويل ذاتي وهذايا نوع من التشجيع لان يعني وقت ذاك انت عندك شاب عنده فكره نتاع مشروع والبنك فرحانه به وتحب تموله لكن انت تجيك تعوزك الامكانيات الماديه هذايا موجود حاجه اخرى البي تي اس اي مشروع ينجم يضيف للبروموتير ولا البنكه راه يتمولوا
ومشينا ديجا حتى في الوضعيه نتاع الكورونا اللي بدات عندها حكايه عامين ولا اكثر. البي تي اس في الشراكه كانت مع مختلف الهياكل، كانت سواء في مشينا في الصناعه التقليديه حبينا نعاونوا لانه اثرت هي على الحق لي سيكتور الكل، من بينها مثلا الصناعه التقليديه، مشينا في برنامج اسمه اونا فوندور الموك كوفيد 19 اللي هما نمولوا البلافون 5000 دينار لك للحرفيين والحرفيات نتاع الصناعات التقليديه في ولايه القصرين اللي عانوا من صعوبات. مشينا ثم برنامج تي بي يو كوفيد اللي هو مساندتك اصحاب المشاريع هذه الكل قبل، يعني كلك سواء مشاريع تجاريه ولا خدماتيه ولا فهمني، هذوما كلها كانت تاثروا خاصه في رمضان اللي فات في وقت الكونفينمون في اخر رمضان. مشينا زاد بالنسبه للقصرين خذيت مليار اللي هي برزك في اغلب الولايات تعدت على اساس 200 مشروع كل واحد 5 ميل. نحن هنا بالشراكه مع الاداره الجهويه للتكوين المهني والتشغيل والاداره الجهويه للتنميه بالقصرين حبينا نمسوا اكثر قطاعات ومولنا من 3 ملايين، حبينا نشوفوا لانه ثم قطاع مش كما يسحق حجام كما يسحق مثلا مقهى او شركه نتاع بيع مواد غذائيه، من 3 ملايين حتى ل 5 ملايين مسينا برزك 281 مشروع وهذوما تمولوا ديجا تصبت ليهم فلوسهم في حكايه شهر ونص فهمتني؟ باهي سي ابراهيم باش تصب لها فلوس، هذا نوع من التشجيع باش نوقفوا معاهم على الاقل في البريود هذه نتاع نعم. الكورونا. نعم باهي، رغم اللي كنت تحكي فيه اليوم على المجهودات اللي تقوم بها البي تي اس ولا التشجيعات اللي تقوم بها البي تي اس، نعرفوا انه مازال يعني مساله الاستثمار في القصرين الحقيقه عندها عواقبها وعراقيلها كثيره. هل ترى اليوم انه وانت حكيت بطريقه غير مباشره بكري على الفرق بين البي تي اس ومؤسسات التمويل الاخرى، الممول الاكبر اليوم في تونس للمشاريع هو البي تي اس مع بعض الاستثناءات مؤسسات عموميه ومؤسسات تمويل خاص، هذا في حد ذاته ما يصنعش نوع من العقبه امام الاستثمار عموما في تونس انه تكون عندنا مؤسسه عموميه وحيده تتكفل بتمويل اكبر عدد من المشاريع؟ شوف اختي حفاوة، البنك التونسي للتضامن عنده بريسك 24 فرع، فرع في كل ولاية، واللي هو كما قلت قبيلة هو يمشي للمشاريع الصغرى خاصة الحرفية والخدمات الصغيرة، لأنه عندنا بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطة بي اف بي ام، هذاك يمشي من 100 مليون ووصل حتى ل 10 مليارات، هذاك ياخذ المشاريع الكبيرة، نحن حبينا نمسوا المشاريع الصغيرة، ومش كان الفروع، راهو البي تي اس عندها الجمعيات التنموية هذه هي اللي قاعد هي الممول الوحيد لها اللي هي البي تي اس، مثلا في القصرين عندنا 13 جمعية تنموية، 13 جمعية تنموية هذه بريسك كل عام تمول بما قيمته 5 مليارات، الجمعية التنموية هذه كل معتمدية فيها جمعية تنموية، تمول السقف 5 ملايين، يعني تمس أكل الأماكن كما نقولوا حيدر كما نقولوا حس الفريد كما نقولوا جدليان كما نقولوا فك المناطق النائية الأوساط الريفية في المعتمديات الأوساط الريفية هي نوصلها عن طريق الجمعية التنموية. بالنسبة لنا احنا نحن ماذا بينا تونسي مش ك يعني في موظف بنك التضامن، ماذا بيا يكون اكثر من مؤسسه نتاع تمويل في تونس باش على الاقل نمسوا اكثر عدد ممكن من المشاريع نتاع تونس نتاع الشباب واكثر ناس تحب تبعث المشاريع. مي حاجه واحده حفاوه، راهو البنك امبوسيبل باش مشروع يكون رونتابل، خاطر اش معناها تو هناك نجي نصب مشروع ومشروع ماهوش رونتابل، خاطر شنو هو يقول لك ما مولونيش رفضوه دونك هنا يعطلوا، مش اسمه تعطيل، هذاك كذا كنت مشروعك ماهوش رونتابل راهو هذاك خوف عليك انت قبل حتى خوف على فلوس البنكه، خوف عليك انت خاطر احنا ما حشناش باش غدوه نصبحوا نلحقوا فيك اجا خلصنا ولا شاكين بيك، نحبوا ونحبوك انت وقت تلانسي مشروعك تنجح تكون الدراسه جيده وتكون ما نسبه النجاح كبيره برشا. في هذا السياق سي ابراهيم حاجه اخرى بالله قبل ما ننسى حبيبي، وراهو هذه خذوها الارقام حتى من وزاره الماليه، راهو خاصه من 2016 راهو للامانه خذوها حتى من وزاره الماليه مش من البي تي اس، وخذوها الارقام اللي موجوده في الولايه بي تي اس القصرين بريسك من 2016 هي بريسك من 5-6 الولا في اسناد القروض واضح. وهي نعم. مع الاسف الشديد هي متذيله الترتيب في الاستخلاص. يا حفاوة وقت نجي نعطي نهارين الواحد في حيزور نعطيه مشروع نتاع ألمنيوم ماتريال ب 28 ورشة ألمنيوم بعد ثلاثة أيام سامحني بعد ثلاثة أيام نمشي نلقاه باع وحرق الإيطاليا سامحني هذا يمشي يقول لك من بعد تعطيل البي تي اس، وقت نمشي نعطي مشروع تور في حي النور ب 45 مليون
ويمشي يبيعوا للمقاول الاخر. فهمتني؟ في بعد ما هو يا سي ابراهيم هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ما نجموش اليوم يحكم على بقيه الشباب هذي. سامحني هذا لا مش نحكم على بقيه الشباب. نحكي لك راهو ثم نسبه كبيره من الشباب القاصرين يخدم على روحه ويحب يخدم، وثم نسبه كبيره منهم بالحق راهم يتعرضوا لصعوبات كبيره، صعوبات يعني مختلفه كالفسوه من الكورونا، واضح. نعم. من الاقتصاد العيشات وتونس بصفه عامه. جايين باش نحكوا عليها الصعوبات هذه ما بعد انجاز المشروع. في السياق هذا سي ابراهيم حبيت نسالك شنو اللي يخلي مشروع ممول من البي تي اس يفشل في اول سنوات انجازه؟ ما سمعتكش، سامحني يا ودي. حبيت نسالك في السياق هذا في الاطار هذا شنو اللي يخلي مشروع ممول من البي تي اس يفشل في اول سنوات انجازه؟ لا كما مثلا الامثله اللي اعطيتهم لك هذا. اي لا هاني قلت لك هذيا وقت اللي يجيك شاب من القاصرين ويجيك يقول لك انا عندي شهاده في نجاره الالمنيوم ونحب نخدم على روحي. نحن مانيش اطباء نفسانيين، نحن درسنا المشروع ودرسنا الشخص، يقول انسان قرار مش عمل تكوين وتحصل على شهاده، ودرسنا انه الوضعيه انه في البقعه مثلا في حي الزهور في المكان باش يعمل فيه مشروع ما فماش مشاريع مماثله، انه نسب النجاح بريسك موجوده عاليه اذا يخدم على روحه باش ينجح. هو بعد عنده فكره في مخه انه باش يبيع الماتريال ويمشي لاوروبا. هذه بصراحه مش ترجع لنا نحن ولا ترجع، هذه ترجع يمكن انه نحن ما زلت ناقصين على التقاليد، فكل يمكن التدخل شوي من هيك المسانده انه نعملوا دورات تكوينيه كالكسوا من مكاتب التشغيل ولا فضاء المبادره، انهم يحاولوا يوصلوا فك التكوين للحريف انه يفهموه اللي هو رو انه ينجم يخدم لهنا كما يرو ينجم ينجح لهنا، انه مش بالضروره كي يبيع ماتريال ويحرق البرة لايطاليا مش باش يمشي غادي باش يلقى ناس فرحه به وباش يرجع لاباس عليه، وفهمني اكيد هذا مش الحل. اي يبني روحه واللي لاباس عليه يخدم على روحه. سي ابراهيم عندنا امثله زاده في الاخير، اذا اليوم البي تي اس ونحكوا على المستوى الضيق على الاقل بي تي اس القاصرين تقول لك رانا مولنا عدد كبير من المشاريع ولسنا ضد تشجيع الشباب على الاستثمار، في المقابل نلقوا شباب يتذمر عنده افكار مشاريع ودراسات ما قبلتهاش البي تي اس، شنو الحلول اللي تراها انت اليوم ممكنه والتسهيلات للشباب اللي مقبل على الاستثمار وحتى بعد ما ينطلق في المشروع نتاعه، شنو التسهيلات انتم اللي تعملوها على الاقل مده عام عامين؟ لا ثم بالنسبه للشباب اذا واحد ما عنده فكره نتاع مشروع وما تمولدش، انا قلت لك خاطر الدراسه تفضل ان المشروع هذاك ماهوش رنطابل، مش رنطابل كيلكو سوا على الزون اللي باش يتعمل فيه، كيلكو سوا على الرؤيه اللي قدام انه المشروع هذاك ماهوش باش يلقى سوق، لانه هو وقت اللي يجيب لك نجم مرات الحريف هو اصل مرات تجيني حريفه باش تعمل خياطه مرات ما تفرقش حتى بين سيرجي 5 فيل وسيرجي 4 فيل، فهمني؟ تكوين يعني مساله التكوين مهم. صحيح ترى نعمل اونتريتيان يعني ناقص مرات ذاك فورماسيون، مرات ما يعرفش البروجي المنتوج نتاعو اصل بعد كيفاش باش يسوقه، فهمني؟ لا ديما نطلب من الحريف انه مش صبيت مطلب ترفض سيئة نهاية العالم. ثم حاجتين، يا أما كان المشكلة في المشروع بحد ذاته أنه ماهوش رنطابل، يا أخي كما تو زعما كيجيني واحد باش يحل بيبلينات ولا تاكسيفون، هل أن هذا رنطابل؟ يعني إذا نعطيه نولي نبي تي اس مولت، إذا ما نعطيش نولي خايب، إذا باش نعطي واحد تاكسيفون تو ولا بيبلينات راني سيئة يعني دمرت وحكمت عليه غدوة باش نشكي به، لأنه تو الإنترنت موجود. أنا كيجيني واحد كيما كيقول لي برشا يجوني باش نعمل بيبلينات، قول له زعما خير أنا الشاب أنه نمشي نهبط نأخذ نعمر دينار ب 500 انترنت ونمشي قهوه ب 600 فرنك ونجيب القهوه ونبحر ساعتين ونفي قهوه ونشرب في قهوه ونبحر في الانترنت، خير من نمشي لتاكسي فون نسكر على روحي نعمل كاسكا ونتحصر في بين اربع حيوت ونقص بالتكلفه. يعني الابتكار اليوم يعني والتجديد مطلوب. نعم نحبوا التجديد. اذا انت مشروعك ماهوش رنتابل خويا لوج على فكره اخرى، نحن نمولوا بالنسبه لكادر سوبيريير حتى 150 الف دينار. ورانا توا بالنسبه ما عنديش العدد بالضبط، اما المشاريع اللي مولناها من 98 ويجا راهي فوق ال 10,000 مشروع. نعم فهمني؟ راهو صدقني يا حفاوه برا يتعدى اي نجار، اي حديد، اي المنيوم، اي رخام في القاصرين،
برشا برشا أطباء، برشا برشا محامين، برشا عدول تنفيذ، برشا الانفورماتيك. راهي بالحق وقتاش تعمل ادخل اعمل انكيت انت كإذاعة وشوف شكون مولهم، تو تلقى اقل شيء 60-70% مولين. ويظل غير كافي سي ابراهيم، انت تعرف اليوم انه يظل غير كافي في شباب اليوم تسكر في وجهه باب الانتداب، وفما يقولوا له فما تشجيعات على الاستثمار، باش تلقى عدد كبير جدا من الشباب مقبل اليوم على الاستثمار بمختلف الافكار. يعني اي ثم حاجات، ثم حاجات اخرى مرات حتى تخرج عن الساق، حتى نحن مثلا كولايه القاسرين دونا مرات مثلا برشا يحب يجي واحد مثلا عنده فكره نتاع مشروع باش يعمل ريستوران. ريستوران نحن القاسرين وللاسف القاسرين مدينه بتاريخها بعظمتها بعبادها فهمني، فيها شارع واحد فهمني. يعني مش معقول باش واحد يحل ريستوران يمشي يحله في حي زرمون فوق ولا في حي نور فوق، ما يجيش ما ينجحش. المقر يكون يعني استراتيجي حتى هذاك علاش نحن مرات خاطر القاسرين شنو فيها شارع واحد ولا شارع دولاب داخل خفيفه من غادي ما نجموش. واضح سي ابراهيم، احنا باش نحاولوا نلخصوا كلامك نظرا لضيق الوقت. يعني اليوم الشباب مطالب بالابتكار والتجديد والذكاء في اختيار نوعيه ومكان وتفاصيل المشروع، هذا هو اللي مطالب ولن يجد تعطيلا. ونحن موجودين نحن ما نعطلوش المشروع الماهوش رنتابل هذاك، نحن نحاولوا انه الحريف يلوج على فكرة تنجح. واضح واضح. بالعكس نحن موجودين هنا باش نعاونوه ونساعدوه، وماذا بينا شباب القاسرين كل أي واحد عنده فكرة ويحب يخدم بالرسمي بالقدا يجي للبيت. شكرا لك سي إبراهيم. والكل نحبوهم ينجحوا ويخدموا أرواحهم. شكرا. نتمنى إن شاء الله كان الخير. يعطيك الصحة، شكرا. سي إبراهيم خضراوي رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بي تي إس القاسرين، مشكور على المداخلة وكل التوضيحات اللي قدمتها، تحية كبيرة لك. شباب تقريبا نفس الاشكال، الديسكور اللي كنا نسمعه فيه هو عندكم في سليان وعندكم في قفصه. خالد اكيد انا باش نحكي على قفصه ككوتي، انه الضيف انه فما برشا مسائلات، انه باش يدخل معنا ضيف رئيس فرع بي تي اس في قفصه ينسحب في اخر لحظه وكنت انت تواجدت معناتها مشيت على عين المكان قبل بست ايام الحلقه اعطاني لوكي نعاود نكلم نتصل به في وصل في وصل الاسبوع، زيد يعاود يعطيني لوكي يقول لي باش نحضر معاه، واتصل بيا زاد اتصلت بيه من الاذاعه وكان فما كونفيرماسيون جي قبل بنص ساعه من الحلقه انه ينسحب من الرد على المواطنين. هنا تولي الاشكال من بي تي اس نتاع قفصه، فما اشكال كبير ياسر نتسائلوا علاش. واضح واضح خالد. اشرف نفس الاشكاليات عند شباب سليان، نفس المشكل. احنا في بي تي اس سليانه الحقيقه انا عينت وعشرت عباد متخرجين جدد شباب حبوا يستثمروا، مشاريع ذكيه بالجمله ترفض وتتعطل لعده اعتبارات منها البيروقراطيه اللي نعرفوها الناس الكل والتعطيل. امشي للاداره الفلانيه جيب الورقه الفلانيه حتى البي تي اس تقر به راهي البيروقراطيه هذه تقول لك راه فما معناتها مراحل. واحنا نحكوا على المشاريع حكينا على جانب مهم اللي هو التمويل وربما الاهم اليوم في الاخر هو المشروع فلوس، يلزم تكون فما فلوس. المشروع هو فلوس وفكره ومقر وتجديد. الحقيقة مطالب اليوم شاب انه يخمم بتجديد مقر، جايين للحديث على المقرات على مستوى ولاية سليانة أشرف، وباش نحكوا على عدد مهم من المقرات اليوم في المنطقة الصناعية سليانة مغلقة مغلقة والشباب مش لاقي مقرات بطل هكا واضح. إذا نحكوا على القاسرين زيد اليوم عندها الخصوصية وعندها طبعها الخاص وهي القطاع الفلاحي، تعتبر ولاية فلاحية نظرا للمساحات الشاسعة اليوم للأراضي الفلاحية ونظرا للعدد المهم من المشاريع الفلاحية في جهة القاسرين، لكن ما نشوفوش مشاريع نموذجية ومشاريع استراتيجية في جهة القاسرين. والشباب اليوم حاجة تفرح برشا أنه برشا مقبلين على الاستثمار في القطاع الفلاحي من الشباب، لكن يلقوا تعطيلات في المشرع التونسي والقوانين في التمويل الذاتي على مستوى جهوي البيروقراطية وغيره. هذا موضوع نحكي فيه مع رئيس اتحاد الفلاحين بالقاسرين سي محمد النجم الطرشي. صباح النور. صباح النور سي محمد النجم. في انتظار انه يكون حاضر معنا ضيفنا. كما قلنا شباب يظهر لي اذا كان نقولوا القاسرين ذي الطبع فلاحي راي قفصة زيادة ذي الطبع فلاحي، قفصة زيدة ذات طابع فلاحي وسليانة كيف نفس المناطق، هما الثلاثة مناطق مربوطين ببعضهم ذات نفس الطابع نفس الإشكاليات نفس الظروف الكل موجودة في وعندكم في شباب في قفصة اليوم خالد مقبل على المشروع الفلاحي في 2021 موجود علاش الطابع الفلاحي راه يبقى هو المورد الأساسي معناتها اللي مش يعيشوا به العباد من جهة وأصلا مش يعيشوا به العباد معناتها المورد الفلاحي اللي هي
الماكلة اللي ناكلوا فيها ديما سي. إذا ما تكونش متوفرة هذه كمان ما نجموش إنه إحنا عايشوا. أشرف ترى اليوم اللي الفلاحة القطاع هذا يلاقي حظه في الجهات الداخلية خاصة من حيث الاستثمار. أنا باش نحكي سبيسيالمون على سليانا. سليانا بالرسمي فما معضلة كبيرة في مجال الفلاحة وفي الاستثمارات الفلاحية وسيرتو عند الشباب. راهي أراضي معناها تابعة الدولة وأراضي دولية ماهيش متروكة وماهيش مستغلة وماهيش قاعدة تعطى للشباب. خلينا نتسائل وإحنا أشرف اليوم علاش الشباب مش منتفع بمشاريع فلاحية تليق بالأفكار المتجددة اللي عنده. سي محمد النجم طرشي صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا. ألو. مرحبا بيك سي محمد النجم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مرحبا بيك وبرد كل مستمعي إذاعة اليوم. شكرا. صوت ضعيف جدا. شكرا ليك. نحاولوا الصوت يوصل خير. سي محمد النجم احنا حديثنا باش يكون على الاستثمار في القطاع الفلاحي والشباب اليوم. احنا نحكوا على القصرين لكن هذه نموذج على بقية المناطق الداخلية خاصة. نستدعاك انه تسمع بعض الشهادات لبعض الشباب اللي خمم اليوم انه يستثمر في القطاع الفلاحي. شنو الجاي باش نتعرفوا مع بعضنا من خلال الشهادات هذه. لا إشكالية أخرى مع اللابيا سيرتو ولاية القاسرين بالذات خطر لاحظت مشيت للإدارة العامة في تونس ثم ولت ولايات من ولايات فهمتني سيرتو القاسرين بالذات وإحنا عندنا منحة فيها 63 مليون يقول لك راه تتقسم سير دو ترانش الأولى فيها 25 مليون وترانش الثانية بقية المبلغ يعني تصرف على قسطين. أنا بار إكزومبل مصحة من 19 سبتمبر 2019 ليومنا هذا ما خديش منها حتى دينار مي بارابور كو برشا ولايات أخرى سيرتو نعطي إكزومبل مثلا كيما باجا بار إكزومبل وصلوا لآخر 2020 نظفوهم بنزرت كيف كيف المهدية كيف كيف القاسرين اليوم من هذا علاش ما نعرفش غون بوينت دو توغاسيون هذه حبيت نعرفها ونفهمها وكا. صباح النور. انا مستثمر من ولاية القاسرين عملت قرض عقاري على معتمدي سبيت خديت 20 هكتار حفرت سونداج تكلف لي 54 مليون ما وصلت خديت القرض العقاري كان كرهت روحي جرت الإدارة التونسية الرخصة تاع سونداج ترفضت لي 3 مرات. إشكالية أخرى في القرض الاستثماري عندنا حق في 200 مليون كود انفستيسمون في كاتيجوري أ هذه هما صغار الفلاحين عديت إتيود تاع بروجي وافقوا لي من 150 مليون رجعوا لي 70 مليون نحوا لي ديزاكس لك جيبية مش لازم بيت موتور مش لازم نعرشنية مش لازم كوفرتيسور على كهلك وخلف لو تو فينانسمون اللي ذو 30% معدي 149 مليون تمويل ذاتي نتاعهم 44 مليون واش نزيد نكمل لنا اكثر من 40 مليون اخرى دونك باش تدخل انت في قرض استثماري مع البي ان يحب لك 100 مليون انت كشاب ما عندكش مين باش تجيبها الثانيه ستيك زاد كيف كيف ثم ناس مخلصه عندها عام ونص وعامين وتو ما ثمش حتى الرب نتاع لي سونداج. انا مستثمر شاب من ولايه القاسرين معناتها كما اي شاب من في تونس ولا في القاسرين خاصه نعانوا من برشا مشاكل. اولا انا تقني سامي في زراعه الكبرى وتربيه الماشيه واللي معناتها الدوله عندها سنين ما وزعتش الاراضي على التقنيين والفنيين والمهندسين اللي مختصين في الفلاحه. ثانيا معناتها ثم عراقيل كبيره برشا في الادارات التونسيه وخاصه الرخصه نتاع سنتاج ميم حتى عملت معناتها حبيت نعمل الرخصه نتاع سنتاج في منطقه الماشي بالعباس معناتها على ارض وعد بالبيع قال لك الرخصة ما فماش معناها قفصة مسموح والقاسين غير مسموح هذه مشيرة البيروقراطية في الإدارة البنكة تطلب مبلغ تعطيك ربع نتاع المبلغ دونك ماذا بيا لو كان يعطونا الأراضي الدولية خلينا نستثمر فيها خطر الشباب راهو ضاع ونحسنوا تونس. سي ناجم هذه عينة من شباب القاسرين وهذه أهم إشكالياته في علاقة بالاستثمار في القطاع الفلاحي. شنو تعليقك على اللي سمعته؟ تفضل سي ناجم. سي ناجم ألو تسمع فيه سي ناجم؟ صوت ضعيف. اهلا وسهلا بيسمع. سمعت معنا التقرير؟ والله البعض الحق ما سمعتش في البيت صوت متقطع مرحبا بيك. البعض من اللي سمعته في التقرير تنجم تعطينا تعليقك على اشكالياتهم في علاقه بالاستثمار القطاع الفلاحي؟ شوف بالنسبه للاستثمار في القطاع الفلاحي في ولايه القصير وفي غيره من الولايات راهو معناها الاشكاليه اولا وبالذات معناها هيكليه ليش متمثل؟ اساسا في انه المستثمر الشاب اذا كان ما يملكش الارض باش يمشي يتجه الى القرض العقاري. القرض العقاري بعد ما رفعت الصفقه الاشتراكيه عن اراضي القاسرين ما عادش ارض رخيصه اصبحت ارض غاليه وبالتالي معناها قيمه القرض العقاري اللي هي معناها بالحفر حفر البير والكهرباء والارض ما يفوتوش 250 الف دينار. هذا ما عادوش يجيبوا الأرض ويحفروا بير ويدخلوا ضوء. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية هو
ما يسمى بالتفرغ الكلي للمشروع. بالتفرغ الكلي للمشروع خاصة في القرض العقاري، معناه يحرم الشاب من ممارسة أي نشاط آخر في القطاع الفلاحي، حتى باش يبيع المنتوج نتاعو ليس له الحق. يجي ويبيع المنتوج نتاعو يقولوا له أنت ما عندكش حق، معناه باش تنتصب وتبيع في المنتوج نتاعك يجب عليك أن تتفرغ للمشروع. الإشكالية الثالثة وهو خاصة معناه نحن كما تعرفوا في المياه قاعدة ماشين إلى الفقر المائي في جهة قصرين، باعتبار أنه الحفريات العشوائية كثرت، وباعتبار أن المائدة المائية معناها ماشية في نضوب. ولذلك معناها نحن قاعدين تو رافعين شعار العمل على معناها دعم المائدة المائية من خلال السدود والبحيرات الجبلية ومعناها لي زوفراج روشارج الذي هما يغذوا المائدة المائية، وبالتالي تستمر الحياة في شرب الماء الصالح للشرب وكذلك الري للفلاحة للإنتاج. هذا إذا ما إشكاليات كبرى، وإلى حد الآن على الأقل نحن مراز بلعابة الذي برمج في مخطط 16-20 وحذف ثم رجع دراسة فقط، إلى حد الآن لم نرى معناها المقاولات تبتدأ في إنجاز هذا المشروع، وقلونا ما زال في مرحلة الدراسة التطبيقية. الموضوع الثالث وهو الكهرباء، معنى الرابعة والثالث الكهرباء، وما أدراك ما الكهرباء. جايين القرض العقاري. سي محمد ناجم جايين والموضوع هذا، انا حبيت نسالك في سؤال باش ما نسبقوش الاحداث، بس تسمحوا نعطيكم رقم اخر تطلبوني عليه ممكن يكون خير. سي محمد الناجم، هو الاشكال اظن ريزو من عندك، دونك احنا تو نحاولوا نحكوا بصوت اقوى شويه ويستمر الحوار هك. اي ما نعرفش، ربما عندي الهاتف الاخر نجم نزيد فيه البوليم، معناها كانت تسحو خطر مش نسمع فيكم. موضوع لضيق الوقت يا سي ناجم، احنا ما نجموش، خلينا نقدموا شوية. باهي سي محمد ناجم، اذا القصرين اليوم ذات خصوصية فلاحية، علاش ما نشوفوش مشاريع فلاحية نموذجية؟ لا ثمة مشاريع، شوف راهو احنا باش نكونوا زادة معناها ولادة الحق ولادة الواقع، راهو القصرين هي الوحيدة الولاية اللي تتحصر على القروض العقارية. معناها كي تمشي تو مثلا على مستوى لابيات تلقى القصرين هي الاولى، معناها رقم واحد في القروض العقاريه، وبالتالي ثم مشاريع نموذجيه من خلال معناها الحصول على القرض العقاري. ليش؟ لانه الجهات الاخرى ما عادش فيها الارض رخيصه، معناها اذا تكون غلط احنا ماشيين لغلاء الارض، اما مازلنا نتحصل على القرض العقاري، مازال ثم القرض من خلال معناها ما يسموه من الاصول من بي ولا من امه يتحصل على ارض ويعمل قرض عقاري وياخذ نصف المبلغ. لا المشاريع موجودة، إلا أنه ثم إشكاليات معناها واقعية يتحصل يتعرض المستثمر، وبالتالي من نجمش حقيقة أنه يدخل في الإنتاج ويدخل في أنه يركز مشروع يعطيه العيش الكريم. هذا موجود. باهي سي ناجم، أنت تحدثت شخصت ربما أهم الإشكاليات اليوم اللي تعترض الشباب المستثمر في القطاع الفلاحي، التمويل، الإشكاليات العقارية، إشكال البيروقراطية الإدارية، إشكال إسناد الرخص، ولهنا نرجع حتى للتشريع التونسي والمشرع، التمويل الذاتي وإسناد الرخص شروط نتاعو ولت أكبر. خلينا احنا شوية نتعمقوا مع اتحاد الفلاحين، وأي دور اليوم لاتحاد الفلاحين في المساهمة في تشجيع الشباب على الاستثمار، خاصة وأنه يا سي ناجم البعض يتحدث على جماعة اتحاد الفلاحين وجماعة تغرد خارج السرب، اللي يتبع اتحاد الفلاحين راهو يجد تسهيلات، واللي ما يتبعش راهو يعطل. هذا كلام لا مكان له، معناه ما عندوش معنى. شوف احنا الاتحاد الفلاحين راهو ليست اداره وليست سلطه. الاتحاد الفلاحين راهي منظمه تدافع عن الفلاحين. نعم. وقت وين ندافع عليهم؟ ندافع على الفلاح اللي جينا يعرف اشكاليته، وندافع عليهم من خلال الحضور في الجلسات معناها الجهويه، سواء كان جلسه في الاسناد الامتيازات او الجلسات في الولايه، معناها سواء كان على الطرقات ولا على الماء ولا على معناها. ولذلك هذا الكلام معناها لا معنى له، وعلى كل حال لا راي للدار التونسيه لكل التونسيين، وبلاي نبعدوا على معناها الجوانب هذه اللي هي ما عندهاش واقع، ما عندهاش سي ناجم. هذا كلام الشارع، احنا نحاولوا ننقلوا ونوضحوه سي ناجم. اي سي ناجم كلام موجود، اما هذا الكلام يلزم يلقى مرتكزات واقعيه. سي ناجم، هل من دليل واحد معناها نجم نقصوا به المثل؟ نعم. سي ناجم، لهنا فما ناس تحدث زاد على احتكار المشاريع الفلاحية، بمعنى أنه الفلاح الصغير اليوم ما يقدرش يشتغل في ظروف عادية، تعطيلات من قدماء الفلاحي.
هو بالنسبه شوف راهو نحن كنقولوا نحن اغلبيه الفلاحه راهم صغار فلاحين، راه 80% هم صغار فلاحين، كبار فلاحين ما عندوش يستحقوا لاي كان، معناها ولد خذا ترا وركب وبدا يخدم على روحه وبالتالي معناها ما عاد عنده اشكال. لكن لهنا سي ناجي راهو نحكوا على نعم قدماء الفلاحين انهم هم قاعدين يعطلوا فيهم، معناتها مش غاليين يخدموا في ظروف عاديه. معناها شكون قدماء الفلاحين يعطلوا؟ اي مثلاً البعض من الشباب اللي مقبل اليوم على الاستثمار الفلاحي يقول لك يا خويا راه حتى القطاع الفلاحي راه ولا محتكر ولا عنده ناسه. الاستثمار الفلاحي مفتوح وكل شيء نجم يتسكر، الا الاستثمار الفلاحي راه ما ينجمش يتسكر. بين سي نجم تحدثت على دور اتحاد الفلاحين كمنظمة تدافع اليوم على الفلاح، عملتش المنظمة هذه دراسات قامت بهم الاتحاد في علاقة بتعطيلات اليوم توجه الشباب المستثمر في القطاع الفلاحي؟ لا عملنا نحن، شوف اول حاجة الدراسات رونا حقيقة نتركوها للدولة مش لنا احنا، اما نحن عندنا مقترحات، نحن رونا منظمة معناها صاحبة رأي وصاحبة مقترحات، نحن نقترح على الدولة والدراسات تقوم بها الدولة مش يقوم بها الاتحاد. دي زونكيت ما عملش الاتحاد اليوم ربما تحقيقات ولا متابعات باش يسلط الضوء كمدافع على حقوق الفلاحين؟ مثلا نعطيك مثال، احنا عندنا اشكال كبير هو معناها الرخص نتاع الحفر الابار العميق، هذا اشكال كبير واحنا في خصام مع الإدارة وفي جلسات متواصلة من أجل أن الناس تتحصل على معناها رخص لحفر أبارهم العميقة. لكن معناها تو خاصة في آخر حكومة الشاهد صدرت زوز أوامر معناها تحط زون روج في القصرين اللي هم في سبيبة وشوي من سبيبة وفوسانة، وإحنا ضد هذه الأوامر وقلنا لا سبيل إليه، مش الأصل أن نخرجوا في أوامر نمنعوا الفلاحة باش يحفروا وينتصبوا في القطاع الفلاحي، بالعكس احنا يلزمنا نعبوا المائده المائيه ويلزمنا نحافظوا على انه معناها نمنعوا الحفر العشوائي اللي هو مدمر بكل المقاييس. خاطر سي نجم وقت اللي تقول للزون روج لهنا تحكي على انه القصرين كلاسي زون روج لدواعي امنيه ولا شنو السبب؟ لا لا مش دواعي امنيه، دواعي مائيه. نعم المائده المائيه اصبحت ضعيفه جدا وبالتالي ما عادش فيها ماء، ما عادش يعطيك رخصه باش انت تحفر بيه. واضح. محمد نجم احنا شخصنا، سمعنا اللي صوت الشباب، شخصنا، حكينا على المشاكل، حكينا على العراقيل، نحبوا حلول. شنية الحلول اللي تراوها مناسبة اليوم باش تعطي أهمية أكبر للمشاريع الفلاحية بالجهة؟ أول حاجة هو أنه نحن رو ما عدناش خيار غير الانتصاب في القطاع الفلاحي، رو بالنسبة للشاب أو حتى المستثمر عموما وين باش يستثمر إلا في القطاع الفلاحي، قطاع متاح ما نجم تستثمر فيه. أول حاجة أنه الإنسان يلتصق بالأرض وما يسلمش في أرضه وما ندخلوش في الموجة متاع بيع الأراضي، لأنه تو كثير من الناس خاصة رؤوس الأموال والمهربين قاعدين يشروا في الأراضي معناها باش يبيضوا الأموال، وبالتالي نحن نتشبثوا بأرضنا وندخل في الاستثمار الفلاحي. الاستثمار فيه عندنا قانون الاستثمار اللي هو معناها عدنا فيه معناها ما نقولوا فيها هينات خايبة، لكن نتشبث به في انتظار تحسين. واضح. والشاب القصريني سواء كان شاب أو شاب ما عليه إلا أن ينتصب في قطاعه وفي أرضه وينتصب في القطاع الفلاحي، ونحن على ذمة كل من يتجه إلينا، رانا ما نجموش نمشوا لأي كان، كل واحد يتجه إلى المنظمة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصرف والاتحاد الجهوي وأساسه والاتحادات المحلية للدفاع عنه وتنويره ومرافقته من أجل أن يكون. شكرا يعطيك صحة سي محمد الناجم، هذا موضوع الحقيقة كبير وللمتابعة، وإن شاء الله نستدعاك، هذه دعوة مفتوحة تكون ضيف إن شاء الله في موعد من مواعيدنا على سليمة فيم. شكرا لك وكل الضيوف. شكرا يعطيك صحة سي محمد النجم طرشي رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري الفرع الجهوي بالقصرين. أهم إشكاليات الاستثمار الفلاحي بين الشباب وكلام سي النجم نجمنا أنه نشخصوها، يبقى أنه تستحق استراتيجيات وإرادة كبيرة اليوم ونعرف ونعير قيمة أكبر للقطاع الفلاحي في القصرين. أشرف، القطاع الفلاحي عنده إشكاليات التمويل
يجمع التمويل يجمعنا ثلاثة ويجمع 24 ولاية. في سليانة عندكم خصوصية يظهر لي على مستوى الاستثمار. سليانة كالعادة ديما بخصوصياتها في مشكل معناها معضلة في علاقة بالاستثمار. فما مفارقة انه في سليانة فما شباب مستعد انه يستثمر وحتى معناها عنده فما ناس عندها فلوس تحب تستثمر. اما البرشة مقرات عشرات المقرات في المنطقة الصناعية والحي الصناعي في 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 سليانة المدينة نحكي مغلقة منذ أكثر من 10 سنين الأسباب مجهولة. قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ ولا فما اللي قبل بعد الثورة فما اللي قبل الثورة. تختلف الأسباب والنتيجة واحدة. تعطيلات بالجملة للشباب. عرقلة للشاب اللي باش يحل جراج صغير حتىش للشاب اللي يحب يحل بروجي كبير يونيتي كبيرة. يونيتي كبيرة معناتها هنا حفاوة نحكوا على أنه موجودة الإمكانيات موجودة الفكرة لكن المقر مش موجود. واضح خاصة شباب وانو نعرفوا احنا البي تي اس في حد ذاتها راهو اليوم من بين الشروط اللي تشترطها باش تدرس المشروع متاعك بجدية لازم يكون فما مقر. أكيد. ومقر زادة يكون يليق بنوعية المشروع متاعك. أكيد. يعني اليوم يا أشرف إذا ما فماش مقر ما ينجمش الشاب يحكي على مشروع. ما ينجمش يمشي يقدم أصلا ملف للبي تي اس باش يقدم في مشروع وما عندوش مقر. يعني أكبر مشاكلكم اليوم في سليانة هي المشاكل بالجملة. يجي بعد التمويل ولا قبل هذا؟ والله يجي قبل ساعات خاطر فما عباد عندها فلوس ما تسحقش تمويل وتحب تحب تخدم تحب تستثمر. فهمت معضله ما لقينا لهاش حتى اجابه الحقيقه. احنا ان شاء الله نلقوا اجابه. علاش احنا هنا في امور تهمنا نلوجوا في الاجابه. الشارع في سليانه هو ما لقى لهاش اجابه. هذاك علاش احنا موجودين في سليانه في ام اليوم باش اكيد وان شاء الله نلقوا احنا الاجابه مع المدير الجهوي للتنميه بسليانه سي حسين القرمازي اللي باش يكون حاضر معنا للحديث في النقاط هذه. المقرات اليوم اللي موجوده على مستوى المنطقه الصناعيه ساعة هي متاع شكون المقرات هذية ولشكون ترجع بالنظر من وقتش مسكرة علش تسكرت الأسباب والحلول هذه كل حديثنا مع سي حسين قرمازي المدير الجهوي للتنمية بسليانة. صباح النور. مرحبا بك أختي. مرحبا بك سي حسين. في اليومتين. شكرا. مرحبا بك سي حسين. أنا باش نستدعاك أنه نسمع بعض آراء الشباب في سليانة اليوم حول مسألة الاستثمار بالجهة الخصوصية اللي باش نحكيو عليها هي حكاية المقرات المغلقة. نعم تفضل. أنا كشاب من ولاية سليانة بلان حاب نتسأل يعني عليها في ولاية سليانة ما يشجعوش الشباب رغم اللي عنا لليوكال ومسكرين قرابة 46 لوكال. أنا كشاب يعني متخرج ونحب نستثمر في ولايتي ونشجع الشباب رغم لكن ما سلطة الإشراف ما تحتنلش الفرصة ورغم الحلول موجودة رغم اللي صارت قبل قداه من وقفة احتجاجية على المواضيع هذه وسلطة الإشراف باش تشجع الشباب ما فهمتش عليها يعني اللي يقال هذوم ما يعطوهمش باش تستثمر الشباب وشجعوا الشباب. لا الإشكالية في سليانة أنه أكثر من تمويل المشاريع الصغرى أترينا كشاب من سليانة متخرج أكثر حاجة تخليني نقدم تساؤلات صوت الإشراف ولا نقدم تساؤلات للسلطة الجهوية أنه كيفاش 46 مقر في الـ في الـ في المنطقة الصناعية وفي الحي الصناعي مسكرين وما يتقدموش للشباب. باركونتر الشباب متخرج وبطال وتاكل فيه البطالة في الشوارع وما فما حتى جدية في التعامل مع الموضوع هذا حتى إذا تم طرحه على سلطة الإشراف. أنا شاب من سليانة دونك كملت تخرجت فهمت حبيت نحل أتيوجية في الحي الصناعي في الميكانيك أوتو دياغنوستيك فهمت معناها لوكاليات عندهم 10 سنين مسكرين مشيت معناها لسلطة الإشراف وكل إدارة نمشي لها تبعثني لإدارة أخرى مشيت للولاية تبعثني للبلدية تقولي عندها دخل مشيت للبلدية تقولي الديوانة عندها دخل ما فهمتش أنا شكون معناها لسلطة الإشراف وشكون الإدارة المسؤولة نحبوا نخدموا نحبوا نعملوا ستارت اب نحبوا الشباب تخدم راه الشباب مستعدة أنها تخدم وتقدم جوست أنه مستحقة شانس ومستحقة فرصة معناها في بلادها فهمت. سي حسين تسمع فيا؟ تسمع فيا كمان الاخوه المتدخلين والمستثمرين المتدخلين عند مشاكل الاستثمار الخاص في ولايه سليانه اللي كانوا متدخلين معها توا ما تمكنش باش نسمع الا
المداخله واحده اللي هي ذكرت فيها كيفاش مقرات المنتصف الصناعي. واحنا باش نسالوا في صلب الموضوع هذا انت اكيد حبيت نسالك من وقتاش المقرات هذه مش مستغله وقداش العدد نتاعها تقريبا معناتها انت عندك العدد؟ شوف افضلك هو ثم قبل ما ندخلوا في الاعتراض وفي العدد ومن وقتاش ثم مبادئ عامه متفقوا فيها هو الاطار اللي تم انجاز فيه المحلات الصناعيه من طرف وزاره التنميه والاستثمار الخاص في اطار المشاريع الخصوصيه البي دي والبي دي معناها مشروع التنميه المدمجه او مشروع البرنامج الجهوي للتنميه هو المبدا العام وانه نحن نسهلوا ونقلصوا في الكلفه للمستثمر مشان تصدفه المكان هذاك. اثنين نحسنوا من جاذبيه الجهه وثلاثه نحسنوا مداخل كسوى المجلس الجهوي والا المجالس البلديه اللي مش تحللها الصيغه هذه. اثنين المبدا العام استغلال هذه المحلات. المبدا العام يقول انه المحلات هذه اللي تحال تصرف فيها للمجلس الجهوي والى البلديه تكريها عن طريق البت او المدد العلني تجي لعبات الزايد عليها وتكريها. هكا والا لا؟ متفقين عليه؟ واضح هذه المبادئ العامه لاستغلال المقرات هذه. مقرات منذ سنوات مغلقه عدد من المقرات. انا راني اخذل يراوي المساله هذه المساله حارقه وراي مطروحه اليوم على المستوى الجهوي او المستوى المحلي معناته المجلس الجهوي ولا في البلديات اكثر ربما من المستثمر اللي يشوف فيها مغلقه لانه هو في الطرف الاخر يطالب تحل. اما انا كمسؤول جهوي او المجلس الجهوي كسلطه جهويه سواء لا محوريه ولا لا مركزيه يطالب انه يحل هالاشكال هذايا. شنو نقول؟ نقول انه بين المجلس الجهوي او بين البلديه والمتسوق اللي هو زاد هو مستثمر نسوش اللي هو مستثمر وفي يوم ما كلناها له باش تحلوا مشكله التشغيل في ولايه سريان هكا والا لا؟ هو المستثمر هذاك تربط لي بيها علاقه كرائيه علاقه نتاع كونترات. اذا كان هو بالغ في انه ما يحلش او ما يستغلش الاقر او يسكر المجلس الجهوي اخر حل يمشي له او المجلس البلدي اخر حل هو انه يتقاضى معاه عند القضاء ويرفع به القضاء. سي حسين بعد اذنك احنا هذه حل من الحلول مش نحكوا فيهم بعد مش نحكوا عن الحلول القانونيه الممكنه لكن هيت احنا نشخصوا الحاله. زميلنا خالد تسائل على عدد المقرات هذه ومن وقتاش مغلقه. لا اسمعي الاحصاء الرسمي اللي 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 معناها متوفر حاليا هو مقسوم بين البلديات كبلديات وبين المجلس الجهوي. نعم. على الاقل هو راه ثم خلط ما بين المقاسم اللي على ذمه او تباع من طرف الوكاله العقاريه الصناعيه واللي تباعت المقاسم هذيا تباعت لخواص وقاموا عليها بنايات كسوى المحل هذايا مستغل ولا مستغل وبين المحلات اللي تبنيها البرامج هذه لفائده المجالس الجهوي والبلديات باش تكريها هي. باهي سي حسين. في بلديه اسمع لحظه برك ندخل انا اللي نعرفه ومتاكد منه كونه في بلديه قافور عندنا اربع محلات صناعيه مغلقه. واضح نعم. ثلاثه على مستوى يعني على ملك مستثمرين خواص مش يستغلوا عندهم متداخلين عندهم ديون وسكرت هذي وهم ثلاثة قطاعات واحدة كوش بي بي والأخرى في أدوية والثالث على ما أظن هو تعليم الحالة زو. نعم. وثم محل ثالث أو رابع على ملك البلدية البلدية شنو تعمل هنا؟ قالت المتسوق يا إما تخلصني في الكراء وتخدم معك او تخلي المكان باش انا نجم نستغله في محل اخر مع شاب اخر. باهي سي حسين هيت احنا نشوفوا الحلول الممكنه اليوم. قانونيا الانتزاع للمصلحه العامه اذا هي مقرات فيها اللي على ملك الخواص وفيها اللي على ملك البلديه والمجلس الجهوي. ملك البلدي وملك المجلس الجهوي. فوالا الانتزاع للمصلحه العامه هو شكل من الاشكال القانونيه اليوم باش ترجع المقرات هذه. ماشيين فيه باش تمشوا فيه مشيتوا فيه؟ شوف أنا أختي أنا قلت لك راهي المسألة عند القضاء تو يدق فيها القضاء وراو الإدارة اليوم في المسألة هذه راو طرف متنازع مع برشا مستثمرين خواص اللي اكتروا من عنا وما خلصوش. نعم. البلديات كيف المصلحة الانتزاع من المصلحة العامة سي أوتر شوز. واضح. قانون آخر بولي آخر بعيد على المحلات هذه ولكن اللي نعرف هناك ولا فيه متأكد منه بدات في إجراءات إسقاط الحق على العباد هذوما اللي خذاو ديلو ديلو داخل المناطق الصناعية واقاموا فيها بناءات او اشتر بناءات. نعم. حازوا المكان ما انتصبوش وعندهم سنين ربي. واضح سي حسين احنا هذا اللي حاجتنا باش نسمعوه اليوم اللي راهو فما تتبع قضائي لكل من موجود. لم يحترم اكد لك موجود. واضح هذا هو هذا هو الهيكل التنفيذي اللي بيدو تصرف في الهياكل هذه او البناءات هذه اللي ترجع له الملكيه نتاعها
راهو مطالب قانونا هو باش يتبع السيد هذا ويخرجوا من المكان اللي مش مستغل. يعطيك الف صحه سي حسين ومشكور على التوضيح اليوم، لانه الشباب في سليان انتظر توضيح للمساله هذه في علاقه بالمقرات ومتى ممكن انه يستغل الشباب المقرات هذه لصالحه. شكرا لك. شكرا محبا. شكرا سي حسين قرميزي المدير الجهوي للتنمية. نظرا لضيق الوقت، هو سي حسين بطبيعته مشابين للحلول يعطيه الصحة. جاء وقت صورة الشهر شباب، وصورة الشهر مانيش خارجين من سليانة أشرف، منين جبناه؟ والله صورة الشهر هذه في منطقة اسمها أبو عبد الله من معتمدية كسرة في سليانة. الصورة هذه الصورة هذه ظهر طريق مؤدي لمنطقة أبو عبد الله العليا، فما طريق مخدوم ومبرمج على عن طريقة التجهيز وعمره أقل من 6 سنين. طريق هذا اليوم الصورة تحكي، الصورة اللي باش نشوفوها بعد شوية تحكي على المأساة، على المشكل، على المعضلة اللي تصير في الصفقات العمومية في علاقة بتعبيد الطرقات. طريق يؤدي لأكثر من 100 عائلة نشوفوه مقسوم في 2، عمره أقل من 6 سنين، مقسوم في 2، اللي خلى معناها أكثر من 100 عائلة بريسك يتم عزلهم جراء الأمطار الأخيرة. فهمت؟ هذه في منطقة ريفية يعني منطقة ما هيش طريق التجهيز هذه. لا، هي طريق رابط بين كسرة كمعتمدية والمنطقة هذيك أبو عبد الله، مش في منطقة فرعية عن طريق الفلاحة أو المجلسة والتانية. فهمت؟ وما تمش النظر في إعادة تهيئة ولا ترميم ولا خطر دارت الصورة هذه في مختلف صفحات ولاية سليانة يعني. هو الحقيقة فما ديما وعود، فما جلسات صارت مع الولاية كمجلس جهة ولاية التنمية، وصارت برشا تحركات من المواطنين، فما وعود بأنه ديرنيرمون هبطت على صفحة الولاية أنه باش يصير باش تهبط في صفقة عمومية، أنه باش يصير إعادة تهيئة الطريق هذا. نعم إن شاء الله، لأنه هذه 100 عائلة معزولة اليوم، معزولة على معتمدية كسرة وعلى سليانة. صورة أشرف راهي موجودة في برشا ولايات، احنا اليوم حكينا على سليانة لكنها أكيد موجودة في برشا ولايات. مشكور أشرف، شكرا لك. إن شاء الله احنا كي تناولنا الصورة هذه اليوم النجم نأثروا وتتفاعل ولاية سليانة وتكون الطريقة هذه ذات أولوية. مشكورين شباب اليوم على تأمينكم وتأميننا لأمور تهمنا في موعدها الرابع. تحية كبيرة، شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلكم انتم على صفحات التواصل الاجتماعي اللايف. تنجموا تعودوا تتفرجوا فيها على صفحة إذاعتنا ولا على صفحة مبادرة مناظرة، وما تنسوش الموعد الشهري كيف العادة مع أمور تهمنا. أمور تهمنا، احنا موعدنا الشهري راهو ثالث أحد من كل شهر، ميلو بودكاست بالنسبة للشهر هذا باش تتبعوه نهار السبت 30 أكتوبر. قبل ما نختموا نحب نذكركم ونعلمكم انه مبادرة مناظرة وبعد زعمة تاون هول الاول في تاريخ التلفزة العربية حول القانون 52 ولا قانون الزطلة، المرة هذه ولأول مرة في تاريخ المنطقة المغاربية باش يكون الموعد مع اول تاون هول مغاربي تحت عنوان الحرقة علاش، موضوع مهم برشا. مبادرة مناظرة باش تجمع مشاركين ومختصين في تونس والمغرب والجزائر لمناقشة الاسباب اللي تدفع شبابنا اليوم وشباب المنطقة لاختيار الهجرة غير النظام ما يعبر عنه بالحق. ما تنسوش أكيد الموعد باش يكون نهار لحد 31 أكتوبر بداية، أو لحد 31 أكتوبر هذه التاون هول، باش متخلطوش لي داتا وكا عندكم البودكاست نهار 30 ونهار لحد التاون هول بداية من 9 متاع الليل في بث مباشر على عدد كبير من وسائل الأعلام التونسية. أمور تهمنا، احنا موعدنا الثالث أحد من شهر نوفمبر بتاريخ 21 نوفمبر. تحية كبيرة لشفيق البناني اللي أمننا الإخراج اليوم، تحيتنا ليكم، شكرا على المتابعة، دمتم في أمان الله.